عليكم. اليوم غادي نقدموا لكم مسمن معمر بشكل مختلف وجديد، كيجي راقي في المنظر ديالو وحتى في الحشوه كتجي بنينه، وكيجي حتى في المنظر كيجي زوين. المهم دوزوا للمقادير والطريقه ديال التحضير. في المسمن ديالنا غادي هنا نص معلقه ديال السنيده، نص معلقه ديال الخميره مليحه، ومعلقه ديال الزيت، ودرت هنا الفورص والفينو، خلطتهم مع بعضياتهم. دابا غادي نبداو نعجنوا المسمن ديالنا. المهم غادي نبداو نعجنوا. من بعد ما دلكنا العجينه ديالنا كنخليوها ترتاح شويه، عاد باش كنديروها ديبول وغنورقوها. المهم من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالتنا، دابا ذوبنا الزبده وضفنا عليها شويه ديال الزيت، غادي دابا نبداو نشكلو في المسمنات ديالنا. شكلنا كويرات ديالنا كيجيو هكا صغيورين، كيجيو صغيورين على هذا الشكل هكا، ماشي على الحجم العادي اللي كنديروا ديال المسمن، كيجيو صغيورين. وغادي نبداو نورقو فيهم هكا. هاد العجين كيصلح لجميع انواع يعني المملحات، كيجي مقرمش وكيجي رائع، حتى الا بغيتو ديروا فيه بحال الشكل ديال البسطيله كيجي زوين في التقرمشه ديالو، تماما بحال الورقه. نشدو هاد الورقه هكا، نديرها على هاد الشكل هكا، غادي ناخذوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها المسمن. هنا عندي الحشوه اللي استعملت، درت الدجاج شحرته بمعلقه ديال دانون مسوس وشويه ديال التحميره وشويه ديال سكنجبير شويه ديال الزهر شويه الملح، وزدت معاهم الثومه، وزدت عليهم القرعه حكيتها كوجيطه، ودرت خيزو محكوك والبصله عسلتها. البصله وخيزو والقرعه كوجيطه شحرتهم شويه الابزار والملح وشويه ديال الثومه، صافي كنخلطهم هكا. واللي بغى يضيف لهم الهريسه حتى هي كتجي رائعه. وزدت عليهم هنا الزيتون مقطع دواور، كنخلط مزيان. غادي نشدو هذيك المسمنه، غادي نشدو مسمنه من هاد المسمنات اللي وجدنا، غادي نورقوها هكا. الحشوة ديالتنا كنجمعوها هكا، نقطعو هادي هكا الكريسة ديالتنا، كنشدو هكا 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 وهكا، المهم في الشكل الثاني غادي نشدو العجينة على جوج هكا، كنشدو من الاولى كان
ما ورقنا بسمنة ديالنا كندهنوها هكا بالزبدة والزيت. من بعد كنشدو البسمنة ديالنا كنقلصو على هاد الشكل هكا. من بعد ما ورقنا المسمنة ديالتنا كنحيدو الجوانب ديالها بالموس وكنشدو الحشوة ديالتنا كنديرو على هاد الشكل هكا. من بعد كنهزوها على هذا الشكل هكا وكنحطوها في لاط وغادي نبقاو مستمرين هكا وغادي ندخلوهم الفران. المهم من بعد ما خرجنا المسمن ديالنا من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. الشكل الاول كيف ما شفتوا درناه بالزيتونه، الشكل الثاني زوقته بالفخوماج وشويه ديال القزبر من الفوق. كنتمنى هاد الشكيلات ديال المسمن معمر ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوهم. تخليوا لي دي كومونتير. تلاقاو في فيديو جاي.